دخلت إيمان شنو الموضوع اللي تحكي؟ والله اليوم رسالتي كما مدام نجوى حكيت على السينما، نحب نحكي شوية اليوم عن المسرح، على الفنان الممثل العملاق عبد القادر مقداد. أي اللي تذكرته. أي نحبه برشا، ومليانة صغيرة ديما الإنسان يحلم ويكبر بينا الحلم على أساس يتحقق، فما اللي يتحقق فما ما يتحققش. أنا حلمي لتو إن شاء الله يا ربي وربي يعطيني فرصة باش نكون في البلاتو هذايا، ونوجه له رسالتي تحية قبل الرسالة، وتحية لأهل الجنوب الكل، قبيلي وقفصة وأهل الجنوب الكل. نحب نقول له راهو بلاستيك فارغة في المسرح، المسرح بالحق يتألم ويبكي عليك برشا، لأنه بالحق عملاق المسرح هو. دونك نحب نقول له من فتاة بسيطة ريفية، رجاء هو زادة كونه يرجع كرد اعتبار، ولو حتى اعتزل التمثيل يعمل مسرحية الأخرى ويعتزل بها، تكون مسرحية يختم بها أعماله اللي بالرسمي أعمال معناتها يشهد بها التونسي، أعمال عملاقة جدا، ونكون أنا من يعطيني دور في مسرحيته، علاش لا، حتى ولو دور يكون بسيط طمع في دور معني وحتى ما استجابش ولو ما سمعش رسالتي مستعدة نمشي له للجنوب. تريبيا تحية كبيرة لي بالطبيعة، تحية لعبد القادر مقداد وميسا، تحية زادة لطيفة القفصي. اي ما نحبها زادة لطيفة القفصي، وإن شاء الله إن شاء الله رسالتي توصلوا، سينو نمشي له للجنوب. لا توصلوا 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 شوف نوصلوا هيك باش نستقبلوا بلال توا. بلال العويني في جوكر. سامي دريدي واش بيك؟ مرحبا بيك، شنو معايا؟ شنو عامل؟ نسمع فيك تحكي على احمد سعد. اي شي اسالك انت؟ ما عملش معايا باش بس نعمل معايا شكر. هو حر ما عملش معايا باش نعمل معايا. انت الشخصيه ما حطيتش في تلفزيون. كنت تحكي على احمد سعد اللي هو لابس شبك وانت امورك مشبك. خدمتي اذا نحكي نحكي على خدمتي، ما نحبش كيف كيف انا باش نبدا سي لا ميم شوز. ورغما عن انفك ما يعجبنيش حاجه ما نجاوبش. هو ما يسالش تفضل. قلت وصرحت انت على علاقه مع اعلامي اعلاميه نجم توضح لهم؟ لا عمري ما خرجت مع حتى اعلاميه. صح غلط معلوماتي؟ معلومتي صحيح غلط؟ ثبت في امورك. انا نعرف اللي معلومتي صحيح. ما عنديش اعلاميه اخي. ما مش بيك متوتر حاسك كي سالتك؟ عندك علاقه اعلاميه؟ ما عندكش علاقه بالاعلاميه انت؟ بالاعلاميه عندك بالانفورماتيك ما يسالش. اليوم شنو حقيقة العلاقة بينك أنت وهيفا مريزك؟ أنت تحكي على هيفا إعلامية؟ نفنين خوان فهمها ولا؟ ثانك يو خوان. لا اسمعني اسمعني، نحي خوان نحي. شوف أنا هيفا حبينا بعض. مزيان. ركز معي، حبينا بعضنا والموضوع هذا بجاه ربي، لا عاد تجبد عليه في الإعلام، الناس الكل تسمعني، ما نحبش تجبد في الإعلام. علاه تقلق من ما اسم هيفا؟ ما نحبش. باهي سامحني هيفا. سامي. مشيت لتعاونيه الفنانين. وقتها فما فنانه تحبها وتقدرها. نهاريتها طاحت من عينك. تفكرتها؟ علاش؟ شنو هي هذه؟ ما فهمتش ايش تحبوا تعملوا؟ ايش تحبوا تعملوا؟ شنو تعملوا؟ غير ما تتوتر جاوبني على قد سؤالي. لحظة ساعة لحظة هنا. وقتاش مشي لتعاونيه الفنانين؟ مشى لتعاون. عنده مدة؟ عنده مدة يده. هو يعرف فاش قاعد انا نحكي. هي مشيت يا خويا، مشيت وندمت على النهار اللي مشيت فيه. باهيش هيك؟ تنجم. اي على خاطر ثم فنان نحبها على الاخر، كي لقيتها غادي كان في بالي باش تفرح بينا نحن الصغار، لقيت حاجات وعملت لي حاجات الحقيقه ما شنو حاجات؟ باش نقولهم لنا الحاجات. لحظه لحظه، شنو الحاجات؟ بالكش لقيتني فيها التعاونيه. لاباس في مخك؟ شيء موجود خاطر هو لقاني انا.
انا موجوده وقتها. ليه ليه تكلمت انا جاوب. التعاونيه تخصني انا حبيبي، التعاونيه وقتها انا موجوده وانت دخلت باش نحكي الواقعه كما صارت. تخلى عليا انا ما نعرفوش، نعرف بو سي ان غران بانتر وان غران مسيو كي دخل للزوز الموظفين قاموا يتجراو وخشيو له يجي وانا بهتت باما سكت. قالوا لي سامي الدريدي، قلت لهم بالحق انا ما نعرفوش خاطر مانيش تخو تكنولوجيا. مديت وراني شنو هي، قال لي قلت له اش تعمل في الدنيا؟ قال لي ممثل ومخرج وسيناريست على الديجيتال. وعلى الديجيتال كمل. قلت له انا ما نساش توريني حويجه وراهم لي للامانه الحاجات اللي قلت له اللي معاك يمثلوا ودابا ماهمش ممثلات وراهو القطاع هذا علاش تهمش به. انت تحب تقيد في التعاونيه عندكش بطاقه احتراف، خاطر احنا عندنا قانون في التعاونيه يا اما تكون معروف بالغيتويال نتاعك وبخدمتك وبدنتك يا اما تكون عندك بطاقه الاحتراف. قال لي راهو ما عنديش، ما عملش مسرح، ما ثنيش الركبه في المسرح، ما عملش سينما، ما قراش ابارامون سينما، ما عملت حتى شيء سامي. دونك قلت له بما انك انت مغروم بالفوتو فوتوغراف، راهو جميع الفوتو ينتميوا للنقابه الفنون التشكيليه، جيب لنا منها بطاقه تاع صغيره تثبت اللي انت فوتوغراف معترف بيك في الدوله التونسيه في البلاد هنا تو تدخل. وافكتيفمون انا ما عادش في التعاونيه تو رجعت اديغون سامبل خاطر ما خرجتش. اوغوزمون يا مدام. اي اي اوغوزمون احسن ارتحت انا. كان واحد من الشباب باش يمشي يلقى ما انت ما تكلمتش هكا غاديك. القانون انا مع القانون. راه الطول حكيت به انا والله انا خاطر معايا بابا حشمت هزيت وخرجت ما انا عارف علاش الطون حكيت بها هكاك. على خاطر كفرتوا علينا ممثل ومخرج وسيناريست وديجيتال. مدام نجوى الحقيقه هي ستاره وما ضبطش الشباب. حسيت كملت لنا شو كملت لنا من الشباب خلت هاك من خلت هاي خليوا على الكمل يسال اسئله كملتوا الحمد لله تفضل سؤالي بعد هيك ها جيب معلومات سياحه. سامي الدريدي باساج تلفزه تعديت فيه في برنامج معين تقلقت في الانترفيو وندمت اللي انت حضرت ندمت اللي انت حضرت في البرنامج هذا. نجم تقول لنا على اسم البرنامج؟ العيله وتلمت معك انت خويا الغالي تو جات الفكره هذي. ما هو ما هو ما هو باسال بارتي غالط غالط والله غالط. شكون اعطاه؟ نحب نفهم معلومات منين جات. جاوبوا نجم تجاوبني على قد السؤال. ما نخبي شيء انا نجاوبك كما قلت ما فماش في الفن نجاوبك مدام نجوى. لا انا مش نجاوب خويا اسمعني انا اللي كنت نقول حاسس متوتر. ما متوتر روح مانيش متوتر ما نحبش حياتي ما فهمتش. شوف البرنامج ديما لاباس مع نوفل، تحيه لنوفل وان شاء الله ربي يرجعه سلامات لدارو. الراجل نحبه على الاخر. عندي مشكله مع الجماعه اللي في المونتاج، قصوا لي بارتي من كلامي اللي فيها سبونسور اللي نخدم معاه نتاع اللي يصور معنا نخدم عنده الماتريال تاع التصوير. يستنى في الحلقه الراجل اللي انا شكرته فيها كي قصوا البارتي اللي هما عجبتهمش في كلام الحق، تنحات مع البارتي اللي انا شكرت فيه الراجل. ضرت انا ما انا مانيش غوكونيسون اللي كي خديت الماتيريال مع عند السبونسور نتاعي ما شكرتوش، اوركو انا شكرته وتقصد. هذيك عملت لي مشكله في خدمتي وفي حياتي الى يومنا هذا. مستانس كل عام نعمل انتاج تاع مسلسل، تو عندي عامين ما نعمل حتى انتاج تاع حتى مسلسل. جره القصه نتاع الباساج هذيك مانيش نلوم في نوفل، نلوم في ليكيب تاع المونتاج الله يهديها اللي قصت البارتي اللي فيها اللي انا شكرت نوفل. وزيد تو لوم عليا ديما في البلاتوات تقول انت ضد المراه المعرسه واللي عندها صغار. هل السبب باش علاقتك القديمه تفشل؟ انا منهم علاقتي القديمه سيدي. انت تعرف وانا نعرف. لا يظل فيك تعرف اكثر مني، اعطيني علاقتي القديمه انا منهم. علاقات عندي. انا نعرف وانت تعرف. اعطيني انا كي تعرف خويا. ضوي نجم تجاوبني. ضوي لي شكون تعطيني شكون؟ سامي. تعرف شايفة؟ ليه عاد؟ والله ما عرفتش نكمل، سيبنا عاد سيبنا احترم روح. قلت لك موضوع عايفة ما عرفتش تجبدو. تقلق من اسم هيفا. لا اله الا الله. اخي ما تحترموش العباد، انا ما عادش نحب نحكي على هيفا في تلفزه. في الموضوع قصه. ما انا ما عادش تسمع هيفا وهبي. هل تنجم تقول انك قصيت علاقتك السابقه؟ خاطر انت على علاقه جديده. واللي باش يزيدك اغرب ميسا العلاقه هذه في برنامجك. مع كرونيكوز لهنا. من من غير ما تتوتر من غير ما تتوتر، شيء طبيعي تنجم تجاوب. و في بالي الكل في عقلك خذ راحتك خاطر انت كي باش تجاوب سي ديجا باش تزيدني راحه نفسيه. خاطر انا عارف اما حاسدك. انا مانيش مجاوب. والله حاسدك. والله حاسدك. حاسدو في برنامج حاسد. شكوني؟ والله استنى استنى استنى
تيك توك كبسو 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 لا تعرفوا الحقيقة وي كبسو لا يلزمنا نعرفوها شكوني لازم نعرفوها شكوني الكرونيكوز هذه تحية لبلال العويني في الجوكر نجيو توا الجو ونبدلوا جو كولتور جينيرال